الحوايج اللي تعمل تلوث الهواء باش يخلي المحيط نقي، وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله ربي معاه. هو تعدى برشا صعوباتك الامور الاداريه اللي بروسيدور ادمنستراتيف تعطل، افيك سا عنده برشا صبر وبرشا حب، بخلاف لي ريستورون، بخلاف الميزون دوت، عمل بقايع بور لي روندوني للشباب اللي مشي يعملوا اكل، يقولوا احنا بيكنيك يسون اونتر دو بون ما ماهمش مسيبين في غابه يعملوا في بيكنيك، ولا صغيرات مش يعملوا شويه هكا مارش شويه رياضه، والكل تحس فما تحس لا سيكوريتي سيكوريتي، وتحس ساعة السيكوريتي وتحس النظافه نتاع البقعه، نظافه دو بوين دو فيو، ما فيهاش براكاج، فيهاش ضرب، فيهاش سرقه، فما امان. انت كي تجي انت بقعه عائليه، كي تجي عائله مع بعضهم من الجده للبو والام للصغيرات، الكلهم يلقاو وين يقعدوا، كلهم مع بعضهم يعديوا النهار، يعديوا عطله نهايه الاسبوع، يعديوا عطله مدرسيه اللي يحبوا هما. دونك فما غوشيرش فيه البروجي، فما غوشيرش وفما باش ما يخليش العائله تتفرق، خاطر احنا توا قاعدين نتفرقوا، الشباب يمشي البقعه، لادولت في بقعه، لي زونفون نهزوهم معانا حبينا ولا كرهنا، هو الى جروبي تو الموند، الشباب مش يلقاو راحتهم، هوني باش يلقاو للوزير نتاعهم، اي لي زادولت لي بتي زونفون مش يلقاو وين يتفرهدوا، هي شنو حكايه كلي اون سو ديكومبريس، نحيوك ستريس، الضغط اليومي نتاعنا احنا، في بلادنا في تونس معناها مش مستحقين باش نركبوا في طياره باش نمشيو نتفرهدوا، عندنا كل شيء في بلادنا، لازم نحبوا بلادنا وكها ونأمنوا بها. المكان هذا مش عارف في سويسرا، في لوسيرن ولا في لوزان ولا في بلدان في سويسرا اللي تلقى الماء هو الأساس، ينجم يكون هذا فيه عدة مطاعم معناها من أنواع التراديسيونيل والعربي والتونسي، وينجم يكون قلت لك فيه سال ديكسبوزيسيون بور لي بانتر، لا يكون مكان خلاب ياسر بي فيتري والعباد تجي تتفرج. ينجم يكون فضاء نتاع ثقافة كبير، نتاع أدب، نتاع شعر، نتاع بان. En fait, c'est une gîte rurale. C'est le style, là. Gîte. Qu'est-ce que tu veux savoir, quoi, là? Asama. محمد ابو عود انفيتي. والله بون جيتي سوبخي من البلاصه هذه، حاجه معناها فريمون حاجه باهيه برشا، نابل الولايه نابل، معناها يعطي الصحه الانفستيسور صح اللي يخمم في حاجه كيما هذه. انا زرت برشا دي ميزون دوت ودي جوت رورال في الكابون، حتى خارج الكابون، اما حاجه كيما هكا كي معناها معموله في ان بيزاج باغي جبل وسد وحاجه حاجه كتريز اوريجينال. تهانينا لخونا عادل ومنصف على معناها المنتجع هذا اللي نعتبروه معناها انجاز للجهه ككل، درجه اولى جرومبيليا بصفه خاصه، منطقه البلديه جرومبيليا، بعرقوب وجهه نابل الكل. معناها العمليه كانت معقده نوعا ما من الاول، خذت برشا مراحل، خذت برشا وقت، واحنا اخترنا الجانب التريث، اخترنا ان نكونوا معناها نحاولوا ندزوا في الاتجاه انه يكون البروجي هذايا معناها كيما نقولوا
يرى معناها النور كما صار اليوم. احنا اتخذنا موقف الحياد على طول العام اللي فات اللي كما جرات الامور، خصصنا له اكثر من 10 او 11 جلسه في البلديه، واخترنا التريث ومشينا في انه السيد، لانه شفنا من مساعي انه السيد معناها باعث المشروع هذا قاعد معناها يتحرك، قاعد يعمل في حلول، يحب معناها بسيفته هو ولد الجهه، معناها يحب يعمل حلول، واحنا كنا معناها معاه، وحتى لين معناها وصلت الحكايه انه عمل حل جذري للموضوع. ابارامون حاجه ما فهمش منها معناها في تونس، نورمالمون سي اكسكلوزيف هاك ترا تقول عليك ماكش في تونس، اون ديغي في سويسرا. بور كومونسي توا بدا الريستو معناها اليوم ان شاء الله، سبيسياليتي ابارامون كل شيء ميكست معناها عربي، لحم في القله، خبز طابونه، حاجات هكيكا. نحن نعتبروه مكسب الجهة ومكسب البلدية قرنبالية، مكسب كذلك المنطقة قرنبالية وبو عرقوب مع بعضهم، ولما معناه باش يفتحوا من أفاق معناه للسياحة الداخلية والخارجية. وأعتقد أنه بالنسبة للسياحة التونسية أنه يلزم نفكروا في حلول كما هكا، ما يلزمش السياحة بتاعنا تقتصر على الشمس والبحر والنزل. أنا يلزم لازم لما السائح يجي لتونس يشوف المناطق الداخلية متاعها، يشوف المناطق الغابية متاعها، يشوف الثروة معناها الطبيعية اللي أعطاها لنا ربي. وإحنا المشروع أنا بحكم أني في لجنة الأشغال ورئيس لجنة المالية اطلعت معناها على معناها مكونات المشروع هذا، واعتبره معناها مشروع حسب المكونات نتاعه هذاك، هذيك الثنيه صحيحه اللي يلزم للسياحه نتاعنا، لانه مشروع بيئي او قبل ما يكون مشروع سياحي. السيد اللي باش يجي لنا سائح والا تونسي باش يتعرف على منتوجات الجهه، باش يتعرف على الثروات الطبيعيه اللي في الجهه، على الحاجات الاصليه نتاعنا، على العسل، على خبز الطابونه، على معناها الاكلات التقليديه نتاعنا هنا هكا في وسط مناخ طبيعي. كبلديه بوعرقوب معناتها وكمواطنه من بوعرقوب، معناها البروجي هذا كنا نتمناو انه راهو تعدى على بلديه بوعرقوب، رغم معناتها خاطر اداريا من 2016 وقع ضم المساحه هذه لبلديه قرنبالية، وكون نوع من معناتها الشرخ يعني لدى مواطنين بوعرقوب، وعبروا على الاساءه معناتها الاستياء نتاعهم، وحبوا يكون معناتها السد المصدري يبقى تابع بلديه بوعرقوب كما عهدناه معناها في العصور القديمه معناها، فهمتني؟ الا ان المشروع هذايا سواء عند قرنبالية ولا عند بوعرقوب هو في تراب تونس، معناتها نشجعوا معناتها المستثمرين على القيام بمشاريع كيما هذه، فهمتني؟ وماذا بينا ونرحبوا بمشاريع كيما هكا في منطقة بوعرقوب. الكل منطقة بوعرقوب فيها برشا جمال طبيعي، فيها برشا موارد طبيعية زادة، فهمتني؟ وتستحق لفتة كريمة من السلطات القومية والسلطات الجهوية والسلطات المحلية، فهمتني؟ عناية كبيرة. وماذا بينا معناتها لو كان معناتها مشروع كيما هذا يستقطب برشا يد عاملة ويكون معناتها محرك الاقتصاد نتاع بلدية بوعرقوب، والمواطنين بوعرقوب وصالح المواطنين بوعرقوب سيبقى راهو على طريق معناتها خاصة معناها الجانب اللوجستي الكل تاع الطريق يربط بلدية بوعرقوب.
جات الفكره هذه مش ان نطوروا مشروع كيما هذا، هو الاولاني اول جيت رورال معناها في ولايه نابل، موجود هو في منطقه بوعرقوب بيان سور تابع بلديه قرنباليا، قربه من مدينه الحمامات سوسه العاصمه معناها، والوصول هنا ساهل معناها على الطريق الوطنيه رقم واحد معناها موجود هنا. المشروع هذا متكون من الجزء الاولاني منه هو هذا المطعم هذا البانوراميك اللي موجود هنا اللي طاقه الاستيعاب نتاعو تقريبا 100 مقعد، ومن بعد في مرحله ثانيه فما البيوت اللي هما معناها مبني عليهم لوجي تريرال، هما السكن الريفي هذا بطاقه استيعاب تقريبا 10-12 بيت، بطاقه استيعاب جمليه تاع 30-32 شخص، وفما مطعم ثاني، مطعم ثاني خاطر هذا يكون المطعم هذا تابع للناس اللي تسكن في جيت، وفما مطعم اخر بالنسبه للناس اللي تحب تكون باساجير يحب يجي كان يفطر ويمشي، ومعاهم ميم طون فما قاعه اجتماعات، قاعه اجتماعات باش تكون هكاك تعطي الفرصه للشركات ولا جمعيات وكل ينجموا جواندر لي تيلا لاغريابل يجي يشوف منطقه باهي ونجموا يخدموا ميم طون. وبالطبيعه فما زاد نيه وقاعدين نشوفوا في الامكانيه نتاع خروج بالمنطاد معناها اللي سورتيو مونغولفير معناها باش يكون واحد، وبالطبيعه فما الناحيه معناها الايكولوجيك معناها اللي هي معناها منطقه جبليه باش الناس تعرف مكونات المنطقه هذه من انواع الاشجار النباتات الحيوانات اللي تعيش في البلاصه هذه. وبالطبيعه باش يكون عملنا معنا بطريقه اللي يكون المشروع مندمج مع المحيط نتاعو ومحافظه على البيئه معنا بكل الطرق، وحتى الناس اللي تجي لازم تكون انجاجي شويه من ناحيه انفيرونمونتال وهالسياحه الايكولوجيك هذه، باش نخرجوا شويه معنا من السياحات الشاطئيه البالنيير اللي كانت معنا السياحه نتاع الترماليزم ولا سياحة الناس اللي تلعب الجولف، وهذه هذه من السياحة البديلة اللي نقول عليها واللي الدولة تشجع عليها. هاك تشوفوا معناتها مكونات المشروع كلهم لي ستركتور ليجير معناتها من الطبيعة، تشوفوا خشب، تشوفوا مشروع الحقيقة معناتها فيه إضافة نوعية في الوطن القبلي، يستهدف نوعية أخرى من السياح اللي ينجم يكونوا عندهم فالير اجوتي كبير، لانه اليوم اللي زلنا نمشيو نستهدفوا سياح اخرين مع عدا معناتها السياح اللي يجونا في فتره الصيف ويستمتعوا معناتها بسواحلنا ويستمتعوا كذا. اليوم تونس فيها طبيعه جذابه جدا، ما علينا كان نشجعوا هالمشاريع هذه اللي ميزاندوت سيون بريمير، انا رغم اللي فما الميزاندوت بدات في عقليتنا لكن في جبل ومع المحافظة على الجبل شفته معناتها مع المحافظة على الطبيعة، ما فماش طبيعة تمست ما فما حد شيء معناتها قاعدة الطبيعة عرف كيفاش يوظفها. الحقيقة المشروع هذا عاش عليه الصعوبات، والباعث المشروع اللي هو سي المنصف معناتها تعب برشا من الأول، ممكن تصدينا له احنا بيدنا من الاول معناتها كي سمعنا فما اعتداء على الطبيعه، لكن وقت اللي تنقلنا وشفنا وحاولنا نشجعوه، لكن تعرفوا السلطات المحليه او السلطات الجويه تعاملت بنصوص قانونيه، الحقيقه معناتها نصوص قانونيه ما تشجعش النوعيه هذه من الاستثمار، ممكن خايفه من اعتداء الطبيعه، اعتداء على الطبيعه، خايفه على المناطق. هذا المشروع هذا في منطقه فلاحيه، مشروع هذا ما فيهش اعتداء على الطبيعه، مشروع معناتها ما ريناش فيه، حاولنا نتفاهموا باعث المشروع، حاولنا ندعموه، حاولنا نشجعوه. الحقيقه معناتها وقت اللي شفنا لي تمويل ذاتي من صاحب المشروع وما فماش مس من مكونات الطبيعه ولا ما فماش قلق معناتها من الجيران ومن المنطقه، رينا اللي فيه إضافة نوعية وإضافة كبيرة باش تكون المنطقة فالور جوتي كبيرة، وشفتوا تقريبا في مواقع التواصل الاجتماعي الصدى اللي خذاه المشروع هذا، والجهة بوعرقوب محتاجة إلى نوعية هذه من المشاريع.